ازاي يا جماعه، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم بس مكتب علي شغل، معانا كده عرض عالي لابات اللي فيها خصم 10000 جنيه و11000 جنيه والكلام ده. اللابتوب ده اللي فوسترو اسمه 3510 او 3510 فوسترو، تمام. اللابتوب ده المكتب منزل عليه عرض خصم كبير جدا، الكميه يا جماعه بتاعته قليله جدا للناس اللي بتيجي محافظات. خلاص نوريكم شكله بس والديزاين بتاعه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ده جديد لسه في اللي بتاعه. ده كور اي 7 جيل 11 يا جماعه، المواصفات بتاعته كور اي 7 جيل 11، رامات 8 وهارد 1000 عادي وهارد اس اس دي ام 2 256 ام في مي، هو نازل باضافه هارد 56 ام في مي، عليه كارتين شاشه انتل وانفيديا. خلاص ده شكل بتاعه والديزاين بتاعه. اسالوا يا جماعه عليه جديد وهتعرفوا سعره كام جديد وهتعرفوا نسبه الخصم قد ايه. خلاص تيجي تنورنا يا جماعه في مول العصر في شارع الشمس، احنا مكتب اي شوب جوه المول، جوه مول العصر. اي متابعه ولا اي حاجه على الواتس، لو هنقدر نرد والله بنرد على طول على الواتس ان شاء الله، وهتلاقوا كل المواصفات في الديسكربشن. تنورنا يا جماعه في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.